بعد لم تقر الموازنة هلا على شهر 9 خميس الجاي إن شاء الله. إذا مش الثلاثة الخميس. لا بس يعني مبدئيا هناك بعدنا رئيس بوين الخميس. الخميس الجاي في جلسة في جلسة لمناقشة الموازنة. بالمبدأ لا إذا ما حصل شيء ما بعرف. لأنه فتنا بشهر 9 يعني اليوم هيدي المسألة إنه عم بتكون حلول ترقيعية مش من. لا بدها بحث الموازنة. أكيد اليوم الموظفين الموظفين القطاع العام. بحاجة إلى تعديل رواتبهم ولكن ضمن خطة عامة مش حلول ترقيعية بدها خطة تعافي تام بدها إحصاء بدها ملء الشهور بدها كمان إعادة تنظيم القطاع الوظيفي. خطة التعافي تبع الحكومة بعد ما وصلنا السنة موعدين فيها بس ليش ما بعتولكم إياها؟ لأنه لسه ما خلصت لسه أخذي نقاش داخلي عندهم لسه ما وصلت لعنا بدها تنبحث سنة أقروها بالحكومة يعني وافقوا عليها وقت مبدئيا وافقوا عليها بس لسه ما حولوا لنا اياها هلا بدها تنبحث هو المفروض يحولوا لكم اياها قبل النقاش بالموازنة لازم تكون مع الموازنة يعني عمليا خطة تعافي في إلى قيمة معينة إلى 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 موازنتها الخاصة بدها تكون مرفقة بقلبها يعني بيتناقشوا مع بعضهم لأنه أي بند بالموازنة مرفقة بإصلاحات معينة بالتعافي بدنا نمشوا مع بعضهم عظيم من باب اليوم الهدر اللي حاصل او اللي ممكن كان يعود على موظفي القطاع العام ويكون من ضمن لو في خطه عامه مساله اللي حاصل باستيفاء الرسوم بالمطار يعني ومساله من شركات الطيران اليوم هل معقول اليوم بعد شركات الطيران عم تدفع على 1005 للاسف هذه مسؤوليه مين مسؤوليه وزاره الطاقه مسؤوليه الحكومه مسؤوليه مجلس النواب هو في قانون من التسعينات محدد الدفع باللي اللبناني بما يوازي وقت اللي 1500 أوكي. دولار وما شابه ضلت ماشيه القصه وحقيقه كان في خساره كبيره ما حدا يعني انتبه لها بثلاث سنين يعني هلا انتبهوا لها بس ما بعرف ما كان في نيه او كان في حدا مستفيد منها او كان في حدا مستفيد من دعم هالشركات لانه ما معقول بالملايين يعني نحن عم نشحد الخبز أيه. نحن عم نشحد الخبز امبارح عملنا قانون لشحادة 150 مليون دولار يعني انت لو عوض لو اليوم عم تستفي الرسوم على الدولار ما في داعي عم تعمل البنك الدولي عم تحت الهواء 20 مليون دولار هلا 20 مليون انا عندي 600 مليون دولار دخلي كان بس بتغيير الرسوم هلا 600 مليون دولار بالسنه 600 مليون يعني انا بتغطي لي تلتين عجز الموازنه ضايعه باستلشاء وبتراكم وما حدا منتبه لها طب هيدا اقله يعني اذا بدنا نحسب على 30000 صار لنا الدولار 30000 اكثر من سنه وشوي يعني ففعليا صار قديش ضايعه الخزينه لها كذا سنه ضايعه قلنا ثلاث سنين ثلاث سنين عمليا عم نضيع مئات الملايين ليش وقفت على هيدي بس هلا بحكي عن هيدي بدي ركز عليها لانه هي مهمه طب هيدي اللقاء كمان هيدي عن مين كانت عند وزارة الطاقة كانت عند وزارة الطاقة بده يطلع فيها تقدمت على الحكومة بحثتها الحكومة أخذت سنة سنتين لوافقت الحكومة لوقفت لتبدلت لوسط المجلس النيابي مبتت عشية بآخر لحظة وبمعركة كمان يعني كان في بعض النشاز حول إلغاءها وبيني وبينك أنا انفعلت شوي بالجلسة امبارح إيه كان في ناس بده ما بده كان في ناس انه لا وليش ومش هلا مين اللي كان عم يعترض هلا ما بدي سمي لا مسمي انا جلسات المجلس النيابي لا مش المفروض تكون علنية جلسات مجلس النواب يعني لا تعرف الناس مين معه ومين ضد النقد هين لا مش نقد بس هذا اليوم مين كان ضد اليوم ساعة ليش هالقد رسم مش اقل بس كان في نواب صراحة طلعوا قالوا لك مش ضد بمعنى ما بدهم رسوم بدهم اياها بس دائما في فورماليتي معينة بس عن شو كانوا النقاط عم بيركزوا هيك بصراحتك يعني بصدق لأنه الناس لها حق اليوم على النواب اللي انتخبتهم مين اللي زعل حدا عم بشد لمصلحة إذا ما اجت مني لو كانت منيحة واجت منك مش مني بمحل معين عم بيكون في رفض ما مشكلتنا انكياد بل بلدنا مشكلتنا انه لو كان طيب انت عندك 350 مليون دولار هلا مستلحق هيدا الصيف اني فوتنا على خزينه الدوله هلا قلت له امبارح عندنا ما عندنا هلا قديش عم نستوفي يعني هلا خليني قارن 700000 700000 دولار بالشهر هلا ومفروض يكون رسوم 20 مليون من 700000 ل 20 مليون دولار بالشهر ومش اللبناني بيدفع كلها شركات اجنبيه وطيران وكذا وحرام نحن عم نجرب نوفر عليهم وقت اللي بدنا ندفع اللبناني حتى تعاطفنا مع السوري حطينا 50000 ليره رسم الدخول بالاراضي البريه على لبنان يعني كمان ولا شيء هيدا منطق لانه مع العلم بعض الشباب قالوا لي زيد اعملها 10 دولار قلت ما بدي زيد اعباء على السوريين شوي لانه بعد شوي بدنا لازم يطلعوا الشباب خليناها انسانيا 50000 لانه بعرف امكانياتهم
بس هذا المبلغ يعني انا اليوم من 700,000 دولار لهلا بيرتفع لل 20 مليون دولار. طيب هي مين يعني اليوم بالدوله، اليوم بعدنا عم نحكي عن مبدا المحاسبه، خلص عفى الله عما مضى، ام اليوم فينا نرجع بمفعول رجعي نعوض هالاموال؟ فيك ترجع تطالب الشركات؟ لا لك ليش يا استاذ، انت هلأ اليوم الشركه اجت دفعت وفلت وخلصت بموجب قانون معك اياه لتاريخ عشيه مصدق، شو بدك تقول للشركه بقى؟ لمين بدك تقول؟ قلت والله ما كنا منتبهين، قلت والله ما تاخذونا نحن 3 سنين ما كنا منتبهين هون وما فينا عملنا شيء، يلا مشوا الحال. هاي ما بيني وبينك، ما هيدا الخلل، في مطالبه يعني بما ولا لا؟ ما في، ما بقى فيك بالقانون بالاصول القضائيه شو بشتكي عليهم؟ شو بدي اعمل؟ ما انت في قانون دفعتني وانا دفعت لك، اذا انت عملتك طلعت ونزلت انا رسم اللي حاطط لي عم بدفعك لك انا دفعت، انا عملت واجباتي، بس انت الحق عليك ما قلت لي بما يوازي بالقيمه بالدولار النقدي كذا.